ننتظر منها نتائج وننتظر منها مخرجات من هذه الورشة استعدادا للمؤتمر في تركيا اكتوبر السنة القادمة إن شاء الله. دوباره از کلی بیجم هیم خیر آفر سر جوا دا خوزه لگولین گیمه بچه که تأخیر کرد پیش دقیقه کامه تأخیر کش بر هندک حوال و حتی زوم جی ترتیبون بگا بیان حال حاضر دا هم اجتماع کن باشرم و زوم جی که دیما هندک کسی دیجه همه بجدار بر احتمال شما فی دیترش دولتی دیترشی ات بی ملتقایی اف ملتقى سربي اساسي متى انجام داد عنكم ملتقى التشاورية صدادة بمؤتمر الاكتوبر عبد اسطنبول ديت انجام داد سر قضية سود و 11 سالة سر از مسؤولي بچون از مسؤولي برفكي بيه لچلي استقرار چوه چينه بيه چوب كان باشه بو قناغا بيه خيرهاتنا همي ميوانا كنش اخرامن جواك مدني الشير اخرامن انترناشنال وش الإكرام المتحدة دوباره هنا مي بخيرات من سر شغل أجندة دي جلسين بيش طابتها أكي أخذ حاسر دي خطوة خطوة جلبان أجندة دي بريبا تشي بقي أم تشينا نواروكا بي جلسي دام حاسكين يعني يكودو دينا نياسين ويكودو تعريفة قواصي كاكود بو كودو فين أستاذ حيدر إذا كان نسعى إلى التعارف كخطوة أولية قبل أن ندخل في تفاصيل الملتقى. نبدأ من اليمين أستاذ سبست. عفوا نسيت أن نقدم لكم دكتور هاني أحد مؤسسي اللغات الإسلامية عبر العالم. تجاوز عمره 70 سنة. 27 27 سنة. من 3 أيام. من 3 ايام تجاوز عمره 70 سنه لا 27 هو 27 يعني 72 هو الحساب انتم تعبانين قوي هو كان من بطوطة العمل الاسلامي تجاوز لاكثر من 86 دوله من اجل العمل الانساني وهو مؤسس المنتدى الانساني المنتدى العالمي للعمل الانساني حاليا انتم ضيوف بهذا المنتدى حالي هو اختصاصه الطبيب في مجال الجيني عفوا اذا ما اللي هو الاطفال اللي هم الاطفال اللي ما عندهمش مخ واللي ما عندهمش النخاع شوكي جهاز عصبي يعني بيسموهم بالانجليزي سباينا بيفيدا وأن السفري هو يعمل في مجال العمل الإنساني ترك مهنة الطب والتجه إلى العمل الإنساني ولغاية الآن هو يعني مستمر ونشر نبدأ بالتعارف أستاذ طبعا أس سلبس صلاح الدين روف ش ركرا و دبليو اف تي ش دوه زورو دوزي ولا طبعا بني ايش نقطه دو ورا هذا الجنوني بس ايش يتنو غير سوري ايش دو زار القاضي ولا هي بو هاش سيفا دبليو بي في بيجي انترفنشن اخويا هي داس بيكري وحتى لو كابر سبوت زياد امين زياد أمين وكروا هاي حكمة شرفاني دينك دينك حكمة شرفاني UNHCR قسم البروتكشن فوكال بوينت كامبي سوريا فيجيا الحافظة تحسين صالح منظمة جشبون من 2014 نعمل مع الفئات المستضعفة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مخيمات ولاجئين سوريا. بارزان دهنا بوش أسرع الحاجة موافق البرامج والنقاط العامة لتوجيه الفوز لبوزوني بيسير. أسوانا رجالي بي سي اف بيسير بروجكت مانجر بالمنطقة العربية الأخرى.
فيصل حميد من زمان الجيم هنا كيما عندما كفاد الميزيك لحزار سيدين القارب رنجي خلوشي عبد الرحيم مقصود من الزمان الألفي للتدريب والاستشعارات هاي مثل الدورات التنمية البشرية والاستشعارات كيفش دي معاكس غلام علي خواج الأوصاف السياسية مجال إضافي سؤال كذا تشتي تقييم كنا فصل عن بومك مجال إضافي جناح يواجه سو. أسمع بس هذا خيرا باش أول حسن شرخ رواسو يو خيرا باش ورماز علي جي خواتي بيس وكبان خيرا شاب عبد الله جمعيت الله لحمة أهلا بسلام السلام عليكم محمد جاسم شريف مدير مكتب سنجاب من عام 2008 إلى عام 2017 في الله لحمة العراقي وحاليا فرع أوروبي الله لحمة السلام عليكم وحيدر قاسم محمد مدير جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع العنايه وصلاح الدين ورئيس إدارة العمليات المناطق المحافظة. مرحبا. معكم مهندس حميد المشداني رئيس مؤسسة الركيزة بغداد. هندسي أرسال محمد أمين ريفر لقدوت رابطة مروفاتي سويك صلاتي كوريدا. عبد الله نصرالدين أمين ريكلا ورابطة مروفاتي. شبان عيسى شرعي بمدينة كوتش وكوتش برا برسل طمع دي برامج خود اسبك يعني كخود حاسكت تسبك ديتو الجدول يعني الديو جدول ما ضمن ديت اسبك يعني ش جدول ما الجدول ما سبيكر ما بايبا كاوبو كوتشو كوشبرا سيدا بيرديان مفروض با حاضر و ديارة اجبار چند اگر اكا حنش حاضر بيزو عماده بي لاما امركا كاتشوان عماده بي باشوان تا شكه بشي وان بشكش كي عانجي سيدا اقن چندسنين بس اكتا عنده معلومات هبا موانسر رفيجيا كلام تيدي استاذ حميد راح تخبر تقريبا قرابة 80 بس قربوا من
بجم بالضبط من او معلومات نين يعني تشكو اسيا اول الدربي كان باما يعني اسمي مني اول الدربي كان باما يعني شو اخذ دناوي شو اخذ دناوي ريفيوجي خذ ريفيوجي موجودة يعني يوم اهمية سال دعمه من الضماطة يا يعني هذا الصورة دعمه من الضماطة الزور زور يا كيم هوي هباشي يوم كيف بارجلون يكسر كاري حكمته و يعني يوم بيا بارجلون يكسر وماشي وكو هاوي بيا ماشي اركي فوربي شكو باري من كان وسطي الدوري من الضماطة جالك الهاجمو جا تشير بيوني تشير نوفوي جالك كاري كاري يومات كير بس نكا فاند هو خاصة مشتي شارع أوكرانيا وروسيا أبدع مجالك وكيم بوي وأبا يبويا أجارك وفاند دوا ومشاريع دوا بو آي دي بيو بو رفيوجيا هل دوكا جالك جالك كيم بلا كانت مخيمة رفيوجيا ما بيش مخيمة رفيوجيا تهين سارة سالي بارز جهاد وكي لأوكري ما هاي بعد رشما هاي دوميس إيك ودوميس دو قلعة أوكريا وجميلة بيش مخيمة تقريبا نزيكي حشتي وتشتك هزار كسانة وبدأ دي يازده هزار وتصاد وتشتك عائلة ما تبين الركيت صغير ومجران درمان انترناشنال فودي الريك تظني صال بصالي صال بصالي يحتاج بجن دعمه يوئيني وخرابة دي يوكيم بوي يعني أفصالة جواك بينك أجادار يعني يوئيني سيها الصادش أبدي يخو ماندي تقوش بجن أبدي خوي كيم كيري فاندي خوي كيم كيري بو يعني منظمات المحلي بيتبوني أبا همي كاري جاري كار مثلا يعني إكسر كذا سر ما وكو سر رفيوجيا سر رفيوجيا طيباتي وسر آيدي بياش يعني خاصة المجال آف و آفارويدا يعني ما نوكا گله گله اشكالي تهين تجنبت هنا براندا هميا منظمات المحالي جي مثلا وكي كرد سوية ديجي هميا ايكي شاش يعني دفوند شتوا خلاص بر وجد ابا همي بدا تابع حكمته و بارگرانيا يا مثلا حلا وي هم بينين كوفيد حكمته عراقي وكو حجمات عمان وزارة هجرة ومهجرين وعراقي رول خوف بينا هما هين جيكا باش بكن كو او خلقان هنبر و او عرب كان افتدان خاصة هنبر چونك وقت شوالات اكي ديتت او ايك جار همات كي بيت سر بار حجمات يعني بيت حجمات خوجه آنيا محلي بيت جار خوده ده یدی دی حساب این ابا بونه خلقه و مثلا یه خناب آواره بس وقتی تو شوالاتا گیدی تک تو پنابری بید حکمت آوی والاتی جا به خوده تا پنابری بید حکمت شینا رول منظمات را بیده چاشه تسخه که ما بنا بولا؟ خود پینگا بید ها دینا آوردن ابا بری از هفته دیشی وردکش وزارت کوچ و گوش برا وزارت نافخو یا مایی چوی سرا وزارت کوچ و گوش برا دای دیگل لائن المعنی دایی شنا خاره و وعدا دایی که او ایدید ارگه خرابن و همی وان سکترا جارکا دی گشه پیبدن افا وکو خاری کاریه که وزارت نافخو او وزارت نافخو جبریکا کوچو کوچ برای مثلا جیسی سیل هر سه محافظه رول خوب بین نفر باچه سوری بله لجوع وقت یا آنجی طلب لجوع باید حق طلب لجوع خود من معلومات سابقین واسطه چرا دینی آید چه آفاق هنه بود بکرنا در جای نیو و منظمات دو بری کاری دوید جرام دوید جرام دوید جرام نحط عیدن و چرا کنه یعنی جرگ باید زبرنه هوا چونه؟ خودی و کوچو کوچ برا هم همی گفا یعنی و تنسیق رجال منظمات که من اکید اکید یعنی انترنشنال زیدت الگمکینن هم یعنی مثلا باره که جایی که بیرانه سر مثلا
أكيد يعني جالك شكرا درات صانمكو وقت الدنة دف ماشي وفدت يو إني ومنظمات بيوني جالك سارة دانا ماتيان أم وضعي بخر منظمات الشرق كين أم بيجنكو حالو تزيد مثلا يت تنافرة ويت آي دي بيو أفنة يعني أم بوهمية دينا رو كرن أم بيجنكي دعم هوايا كين بوي بس أو جي يعني راستي بيجنا ما بني وكال تأثير يال ما بوي يعني وكو فان ديوا بخوشي جيم بوي يعني نش أوديا أو بيجن هاري كارية ما ايدي أم حساب جين خاصة آي دي بي يعني بوينا خلق خوجه بيه وأف قضية جالك دريج بو يعني فرصة شوي فرصة بله فرصة شوي ما هلا باشن يعني بوكي بو ناجيسون خود متساوين ديال خل يعني خلق سوري وخلق اورج يبوينا بروجكت ما يعني ربط المكا او بدل شو كان اش خلقنا يعني تش ريغري لي نويتا كان حريه الكوك يلا باشا هاي ازاد دك مش كان بين شو باب الفرصه شو اللي كان هو كي مقود يتا او بدل كوري كان تشكو او بدل خود كيشنا كوري وبدل محتاج سپاس خواهی شما یلک ممنون ببورم جی من هم بیزان این سر نبون سپاس خواهی ممنون سپاس خواهی محور دوی سر بی بابکی بارزون فاندیشن سیده اکر جرابه تر حلبی بیجن با سیده حمید بن بیسی تر محور کاریوی که سیده محور که این تر کاریوی استاد حیدر یعنی مختصر کلام استاذ شوان الاخوه الجايين اللي ما يفهمون اللغه الكرديه مختصر كلام انه هناك كثير من المنظمات انسحبت من هذه المنطقه بسبب حدوث او اندلاع الحرب في اوكرانيا انسحبت بعض المنظمات وقلت مستوى الفند او الدعم المالي لشرائح او للمهاجرين والمهاجرين اثنيناتهم فصار هناك عبء على الحكومة الإقليم هم بصدد مفاتحة الحكومة المركزية بالتعاون معا من أجل حماية ودعم اللاجئين والنازحين. هذا مختصر كلام أستاذ شوبان. أعتقد هذا الكلام صحيح أستاذ شوبان؟ نعم. شكرا. عفوا. دوباره درک سپاس بود. من همین پیام را با اصلاح خارج پروگرام پابلیک ریلیشنز افسر مادر قرار جرگ نقاط عامه دستگاه خیخازی بارزانی بی سی ای به مکتب درودی خیر از فکر من رو طبعا بارزانی فاندیشن بگوی او تختیه همین مخیمات تختیه و اداره همین مخیمات تختیه نما بودوی فره هم بزنیم و گیرینگیان کاریوان هم فره بکنیم که بزنیم بله دوباره گلک سپاس بوده اول در دکر گلک باشه و چند معلومات رو بری کدو ببینیم زور سپاس بوده دقلت نامان رو بره گیرن اول دستگی خیخوزی بارزانی بز بگید اینان دوزار و پینجی هات یاد هم از راندن سر بنامای گیگوه بنما یا مالا مصطفى بارزانی نمیشی شانازی ها بمروگی خزمتکاری ملت خوبی افریکاجی بری ام همیت موجودی این افریقا دستگی خیخوزی بیشین شانازی ها بومه هم خزمت کاری پنج برانیم دستگی خیخوزی بارزانی سال 2020 پارتنرشپ همه هنگی دیگر یو این سی آره و دی ام سی آره دو گرفه بری ها پیرانان و کچو کچ بران 2020 هی پاده دستگی خیخوزی بارزانی همی کم به پاریسگاه دو گرفه کردینه کم به دو فیجی ها گرد کم به آیدی پیان دو پینج شوا کم به دو فیجی ها بون دو میز ایک، دو میز دو، گویلان، آکره و برداراش گوتنو که دالوات کم با دورت 11,000 خزانه هنن دورت 11,000 خزانه هنن و گو اف خزانه دونه تقریبا زیدتش 53,000 کس هست چندین چالاکی دستگی خیلقازی بارزانی باری خود داد بینید گو چند سکتر رکابت گیره من واکم که پروت بیجی ها من چهار سنتر وکیشنال ترینگ کنن گل با سنتر چندین جورت راه نانا تیرن نان هر واسه ها خواب شدی ها بزرگانی جی بو خدا هم حضرات دیتا داشت بله
ما كان بوري تيجي هنا بون مناخ بوري فول سيكيورتي دا ما هما هنكي تنكل لان الدرجي وبون مناخ كونسيليا اماراتي كونسيليا كويتي هما هنكي تقل وزارة الهجرة والمهاجرين والعراق هو هما هنكي تقل الغافة اسلامي تقل قلا لان ما هيك وارزاق السربان كامب ريفوجي جار مرات تا توزع كريم بون مناخ سال 2021 كامب بوزيس 8 ما 6000 حصة ارزاقي توزع كريم و اف دوباش كنا ارزاقي بردوام هجي الصالة بوريجي هر بواري امن غذائي دا فود سيكيورتي ما بروجيك هبو باقشتيا قنصر خانا اماراتي بو اواتر نصيح جرين هاوسز خاني بلاستيكي كو دهش بال كان بال دونيز دو بون كو ناغا فا جرين هاوسا دا اف خلقي ناغا كان بدايه كم درامت رفوجيا ما حاول دا ابا خانيا تسليمي واقعين راه ايمانا که بلدين بشين بجاية جياني خوب پیدا كنش بار بيهن هاسي ابا گفتی ايه كسر كابو شاها كتب مينه بسي سپاس كتب برمان سيدا شما مشارك بدا وزای بداوه رفوجيا وزای كي يعني جي حسيدي يعني جي راه چي بلا هين بو بيهن راستي افکن به تنابر و حتان کل هری ها کردستان حتان که نبوی نماجه شرخ حتان که طاقه به نجوهن و اول جد بیت اگر کندک مابی و بین نخواهن اف تنابرت نابا ها کم بادا به مایک دریجه زیده دریگ ده سالاره و اف حالت اتصاد بجنی پروترکتد رفیجیز یا سیچویشن اول ویدل بیر الهند بیت اگرن کو پروژت مبدای وای تیم یا چه زن مستقبلی بیده کرن تو امش و پروژه خودی کن زیرا خود هند پروژه دای پروژه ای داختین اف پروژه تأثیر آفا ها بتر سر مستقبلی اف پروژه چس چلای هنده و بس گوب شوه که دائمی اف خلکه بیده جیدی کنن هر ما کردستانه یا جی اگر وضعی سوری دیزی کنن دم دار زحمت آرام بده اف خلکه حال حاضر اصلا ما دست پروژه دیدی گلیم گرمک را بی دبلیو کیس وینز و همین کم بیت میت منابرا و سنتر تول سرویس ورکشوپ دینا بگیرن کل با سنتر را اف خلک پنابرت نابا با کم بادا چه بهت ورکشوپی خفیری هر مهنه گیر کرد مهنه یه دستی نه بونه مونه نجاری حدادی حتی محتاج عده که با مهنه بود شد بهت یه عده خوبه بدش دفنه و گلم پروژه دی بردوان میده هم خاصا پلان 2023 دا که من برای هم گل ترکیز سر لایبی هود که این فور سیکیوریتی که حالا این سه نکی دیم ناجد زبر نگرم بلا پیخون خود دید زانی آرمان جا دماهی که همی گاه و اول چه بود لاجهی بید چه بود نازحی بید زبر استراتیجیت بازدام استراتیجیت دا دزگهی هم خود گل ماغری کنیم حال حاضر ابا پنابرا شیانی مزبر نجید خاصتاً تهدیدات سر سوریه تنش گله ده هنابه اینه بس شلو هنی ناخویه داخلی سوریه اف پنابره هر ملت ایمه اندی چیان داوه که خزمت هوا که یا به مقی چه ده بگو هنابه بس کرد که بگن یعنی مختصر باللغه العربی ایتا ممکن مؤسسة بارزاني فاونديشن هي الآن تدير معظم المخيمات في المنطقة منها مخيمات اللاجئين السوريين ذكر عدة مشاريع أصل جدا لم انتبه لحفظ تلك المشاريع ويبدو أنه قضية اللاجئين أيضا صارت صعوبة لهم أيضا بسبب عدم التمويل الغير موجود الآن حاليا أو قلة التمويل الموجود حاليا للاجئين السوريين هناك عدة مشاريع لهم مستقبليا منها استراتيجيات للاستقرار ومن الصعوبة سألتهم عن موضوع يعني هل بالإمكان يعني استرجاع أو رجوع هؤلاء اللاجئين إلى أماكنهم قال من الصعب لأن هناك مخاطر دولية ومخاطر داخلية على المواطن السوري فمن الصعوبة أن يتفكر اللاجئ السوري بالرجوع إلى أماكنه.
حالا حاضر هم حضرتین و خیلی اجدار به کمپ و رک هنو بر اوش دارم وقت دزگی فوزی بازانی هم بس کمپ و پرگاه هم بس نکه دارم اوی ویتی بیسته که های اف هنو بر اجدار به کمپ و بر اجدار کمپ و همی ها یعنی براختر زوده یا وقتیم به داخلی کمپ و بجیش برگل اگر 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 هم بود چه علم بود؟ خود این اگر از بجیم ترجمه گیدیم العربية مش يعني كده يعني عربية أصل وجبت عربية دخان فالكردي أبشر واقع اقتصادينا خارج جدار بكمبو بره خدته تمام يعني هو أيضا يعني تبع سلبي كده مشاكل ولا داخلي كده خارج كده بره هناك يعني مجموعة من اللاجئين أيضا يعيشون في خارج المخيمات. المشكلة الحالية أيضا يعني الناس الذين يعيشون خارج المخيمات يريدون أن يسكنوا ويقيموا في داخل المخيمات بسبب هناك امتيازات أخرى بالإمكان الحصول عليه لا يمكن أن يحصل عليه خارج المخيمات. حسب الجيوخومينة إذا يعني نعطي خمس دقائق للمشاركات إذا ممكن يعني بيش دقائق بدينا مشاركات هكيك بسيارة كبيرة أشهر السيدة رناندو هي السيدة شوانجي هكي رنو السيدة عفر أبا علي ده جميع من ده سيدة أحسن أنا أقول لك سيدة جيدة أبرا فرش كنا بس أصلا بقى ملا سيدة بس بيكي تقولي دوزار بسويكي بتقول 6000 سلة غذائية وتوزيع كلكم الكامبا دوميسيني جزاك الله أبغى شكل تنسيق الجل دبليو في وهاي الجل وقت بيجي مثل وهاي شو بقول شيء أسود بيجي أسك فلزل نزجي الجيان ما في مروف بوكالت بوكالت بيت أوارة طبعا سنتر كي هي الداخل الكامبا دوميس تابعي نزجي الجيان ما في مروف تقريبا اسبوع الجاري لازم اسوي ميد طبعا برنامج ما يفكر جاكيت بجنه ام اتش بي اس اس منتال هيلث اند سايكو سوشيال سبورت ما طبعا ما استفدت كامل من هي ما دكتور نفسي ما هي ما معالج نفسي ما هي ثيرابيست ما هي هر وصلنا صيدلي هي كم درمانج دينا وان كسا ابتن قصه ده مكان شل دهوكي بتن شل السنتريال كامبا دوميز بتن طبعاً جالك خلك هتشي يعني خلك بلا بيجين كو نكهة نفطان قافية كده بلا بيجين هم جذبيني وضعيوي دلوني حالتوية نفسية تكشوية فما بالك هكا كسر قلتنا بحثية رفيوجيات كين عاجي بلا بحثية نازحة كين بصورة عامة خاصة بلا بيجين أف وضعيوانا كتا تقريباً بيتا ده صال يتفيوجيها بل ده صال بيتا ويتنازح عاجي عاجي دقيه تاوي حدي وجبصاً يعني وضعيوان نفسي تشنده بيسروا بلا خب مثلا شخص وقت تيتا دفمان سنتري ما دبيش مثلا مشكلة نفسية هاي او كسب درجة من قابل اتمنى اقصائي دكتور دي سحكة مثلا يقاد شيء بالخبط دي تشخيص كتن علاجوية سريع لينجيا هاي وهل وصل بشتينجيا كان محتاج درمان ابو جلسات العلاج طبعا ده جلسات العلاج كيش تغل احتمال دو صالة ما خلق اثنين الى دفمان خاصة ما خلقش دو زور بيستي بس مثلا ويش هندي بوش بس كان سيدي ربان نكاب آرشا فتر دو نوع آرشا يكنا بصيب ولا بيجم لكن باد دوميس أولا مسألة قطع كرنا أرزاق قالك تنا دفمن عمليوانا بلا بيجي مثلا حفتي صالة ويبع شي سبين صالة ويبع وبيزو ريادا يعني شكاسا كي دينينا كوهاري كاريوانا بكات دينا دفمن بيج بابو جماعة أرزاق ما قطع كر طبعا شوي دوانا أرزاق شو أبو أحكي زفاتنا لهم بارا دنوانا از به هر نفر که 22000 عفوا زاد معلی با فرمان کلش با جناب جماعت جی بسم الله الرحمن الرحیم انا محمد جیان بس حكيت بشيء سيد جیان يعني مختصر في الشباب بلا محمد جیان منظمة جیان فاونديشن لحقوق الانسان استاذ بس اذا ربنا تدري على البقر بس اذا المشكلة عندي هنا أنا وين مخيم دوميز واحد لما عندي اللاجئ من يجي عندي خلي يقول أو طالب اللجوء عفوا صورة طالب اللجوء لما يجي عندنا يقول يا بتقول قطعة والأرزاق عندي قطعة المواد الغذائية عندي أو بالأحرى خلي يقول وصل يتم توزيعه على كل فرع تكلفة 22 ألف دينار أو 25
ما عرف التفصيل بالضبط. فواحد حكى في دبليو اتش ويا دبليو اف بي عفوا ويا وورد فيجن قالوا هاي بسبب الحرب اللي صارت في اوكرانيا من شباط 2022 على اساس انه الدعم المالي من قبل الامم المتحده خلينا نقول او بالاخص خلينا نقول من المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين على اساس انه قل. فهسه هذا السؤال عندي هنا يعني المشكله عندي النازح اللاجئ عفوا يجي عندي يقول انا ما عندي ارزاق قطعوا الارزاق عني ما عدا انه ايضا عندهم مشكله في القواعد مثل ما فضلت حضرتك قلت انت هسه قبل شويه انه هواية لاجئين قاطنين في خارج المخيمات هسه يقصدون يروحون داخل المخيمات وذلك بسبب امتيازات موجوده داخل المخيمات ولكن المشكله وين؟ اكو هواية ايضا خلينا نقول شباب لاجئين عندهم مشاكل صحيه وعندهم مثلا ما يقدرون يشتغلون فهم يسكنون في خارج المخيم ويدفعون ايجار وما يقدرون يدفعون ايجار يعني عندي هالمشاكل انا هذا. فعشان السؤال الاول هل عندكم تنسيق ويا منظمه الغذاء العالمي؟ والسؤال الثاني ايضا هل تستطيعون ان توفرون مثلا خلينا نقول على الاقل يا حب اذا لو كنت في طبقه يعني مثلا ضعيفه الفولنربل خلينا نقول كفايتين مثلا العجز اللي اعمارهم فوق ال 65 سنه الارامل المطلقات على الاقل يا حب اذا بنقدر نوفرهم القوت المواد الغذائيه وشكرا. برز دستات خوش بود. وقت دست که خوزی بارزانی گلد مجینسی را ایاده آمه. امش بیر نگین دستگه یه واکن پاپره ود به پنابر جی دستگه این آسان. هر میشه لگادنا واکن پیدا چید بود دست که پنابر بری خود دیده ده ایدارا کرده. قضا عرض واقعی سر بالا جا مشکل اگر دلگان مثلا. یعنی حتی تو بری خود دهی نبست قضا عرض واقعی. یعنی حتی افصالا الورز الغسطاني حتى غاز جهاز عبره يعني غاز جهاز كسر داجو من هذا توزيع كيرا كهرباء؟ بله كهرباء جو مشكلة كبيرة كهرباء برابطر الواء مالي دي تحلينا هنتا اكش جانب الحكومة دي تبريدا داخلي مخيمات اللاجئين چكو بونا تحصال استراتيجية دي چه منظمات نشد مستمر بومد دي تحصال ودعما كم تاكي بكت يعني دعما لاجئي كي بكت الدولة خاصة كون من العراق اگر هر سال رابورت دارایی عراق ببینی دم بالا خیاتت بیجید من انتا پاریزنده ها بود یا انتا احتیاط های وقتی یو این یا هر هلال اکال هر دولت اگه بیچ دیجی تقریبی ببینید دی بیجید از کچی پاری خوفاند خودی بگیره اول ایکش مشکلی گل آمازن اقومه اگر دزگه خیل خوزی بارزانی لا تنسیقت گل دی ام سی آر دزگه سرکاتی آمد مرس موسو احمد هاوطان کل دمکی چوی سردان آقا خواه گیرم راستی اکجار جواب اکا گل ایجابی ها بوش را خیلی بخلاوه و هم پیوینه او دست افتین حالی کاری که پیدا کن بو حالا جا باز باش باز مجدد نعم مفر سعف استاده یعنی انا من شوی بالنسبه للغه احنا مشکل انا مستقل ایبر یعنی واكيد الكرهاني من معانا اسم المشكلة. بس سؤال عندي اذا احد اجاب وزارة الهجرة او مصرف بازان او حتى الهلال الاحمر يعني مع استمرار يعني حالة عدم الاستقرار بالمناطق السورية الحالية نتيجة تهديدات بالتركية هل تتوقعون يعني موجة لجوء جديدة للعراق؟ يعني اذا تتوقعون هذا الامر يعني شو الاستعدادات لها يعني هل اكو يعني تنسيق على مستوى الامم المتحده بهذا الامر هذا لو ما تتوقعون اساسا تصير هاي الموجه الجديده يعني شكرا جزيلا ازدي كردي اوغ شكرا زان استعجل اكو بوشتر موجات هاريت هاي مش جانب السوريه سيارات تنزلنا السادسة الموجات مستمره يعني موجات مستمرة في جانب السوري بشكل حال كم عربي كم مدينة بس يعني فرقة يعني مداش مدة فرقة جار دي جالة جنب جار بون من صالة شوي ايك فترة دا يعني دوري سيزار كسا خوفا يعني الموجات مستمرة في الفترة القادمة في وجبة واحدة يعني تقريبا حوالي 3000 شخص دخلوا الأبعاد
دخلوا للعراق؟ نعم. بالأخلين دوين؟ بالأخلين. شو برضه رش كان بو برضه رش؟ سحيلة برضه. من طريق سحيلة سكنوا في مخيم برضه رش. طبعاً ميدا مين تانك بدونك بالضبط؟ يعني آسف جداً أستاذ حيدر، عندنا 5 مخيمات للاجئين السوريين في مدينة دوب. كيويلان، دوميسوان، دوميستو، برضه رش، واكي. 5 مخيمات موجودة في دوب. يعني آسف جداً من الأخوة، يعني كان بدي أن أنتبه لهذه الملاحظة ولكن نسيت. شكراً. نعم طبعا هم قلت لكم يعني موجات المستمرة بس وقت توقعات مستقبلية راستي توقعاتي تهين خاصة دولة تركيا قلبجين من أبدا بيش دولة بينا بس انت جا مجبورين التهديدات طويت مستمرة لسر جانب السوري يعني وكان تهديدات مستمرة تهديدات أقليمة منها بالذات يعني من طرف تركيا على المنطقة السورية من المحتمل ان يزداد حالات اللجوء اكثر يعني. اوفيس سادس جاي كيربازي بارزاني شنغاري بارابوتر او في موقعي بميت كريداي هو بلان اخويا داناي بلان حاضر هاي اجا هر موجود هناك خطه يعني جاهزه لمكتبنا او مكتب بارزاني فاونديشن في السنجار للاستعداد لاستقبال اللاجئين. هسه حاليا 3000 شخص اللي دخلوا من سوريا للاقليم 3000 بل 3000 شخص؟ بل نعم هذا الشهر اقصى والله هذا العام يعني احنا نقصد هاي السنه ما في شيء يعني هالسنه هذه 3000 شخص يعني 3000 شخص دخلوا هذا العام الى في وجبه واحده في وجبه واحده في عوده عوده هذه السنه منين لا قال لك لا يوجد عوده لا قليله جدا واذا يعني اكو عوده هي فقط من زياره فقط زياره ولا زياره ويرجع يعني العوده فقط الزياره بس بيجي بركي من زياره شو تعبي بك سيدا بالنسبة لتحضيراته ما هزرا كريك و أنا بلغين في تركيا تحديد كريم الحافية بوري وزارة مرفو و دي ام سي ار كالسي محافظاتا يعني جي سي سي قزاما و يو ان اجتماع الأربيليا كري تحضيرات همية فاتنة كلا أن تلقى كيف و ديشتا سوري بيان خليني يعني حتى كم جهات نقدر نشوف؟ على بيجو بس كل شيء. هناك يعني استعدادات من طرف جي سي سي مع المحافظات الثلاثة يعني في الإقليم بالتنسيق مع اليو إن لترتيب خطة لاستقبال اللاجئين المحتمل أن يحدث. يعني ما توقع كليكو يعني بدنا بيدخل بكين هكذا الغوطة. هناك يعني استعدادات كبيرة صار هناك لجوء أو نزول. سيارة كودية تفضل. أستاذ سؤالي ضيفك. نعم. كوننا كهلال الأحمر العراقي فأشعر في مخيمات اللاجئين نحن دائما متواجدين كفرع الهوك المسؤولين. لدينا برامج الدعم النفسي ولدينا ايضا برنامج لرعايه الحوامل. ايضا هنالك برنامج شام كامل عن التوعيه من امراض كورونا والامراض الانتقاليه كالكوليرا وغيرها وايضا المساهمه بفترات معينه توزيع سيادات صحيه للاجئين السوريين في المخيمات المذكوره اللي هي دوميز 1 ودوميز 2 وقرميان وبردرش وعقا. ايضا هناك لدينا متطوعين من الهلال الاحمر العراقي في فرع الوطن بهذه التعميات التوعيه بالامراض الانتقاليه وخاصه امراض الكوليرا وايضا لدينا زيارات منزليه وايضا هناك برنامج شامل للدعم النفسي وبصوره مستمره لحد الان. ايضا هناك نشاطات ترفيهيه للاطفال. تمت المساهمه مع شركاء من الصليب الاحمر الالماني في مخيم واحد واثنين
في تحويل المخيمات الى بناء، وكان لنا دور كبير في هذا الموضوع. يعني يقول من الصعب ان استطيع ان ابين اثر الجهود، ولكن هناك يعني ملامح واضحه عن موضوع التوظيف وايجاد فرص عمل لهم. شكرا سبوستا. تجينا محور الدوي، محور تحديات وفرص تمويل المشاريع وأهمية إدارة الموارد كو أو كان رواني ماش سيدا حكمات الشيوة الاستيار حتى شيت الهبير جينا حاصل السلام عليكم. السلام. والله مثل ما قال صار سربت يعني صار عندنا كونفيوجن نحكي بالعربي والكردي بالانجليزي. مختار عربي. مختار عربي. خير الامور اوسطها. طبعا اولا احنا محافظة دهور عندنا 91,500 لاجئ سوري. 60% منهم موجودين بالمخيمات و 40% يعيشون خارج المخيمات. مثل ما نعرف الأزمة السورية بدأت كأزمة يعني حالة إمرجنسي، حالة طارئة، ويعني الكثير من العمل الإنساني تم خلال هذه السنوات الماضية اللي اشتغلت فيها المنظمات في مع اللاجئين السوريين. لكن الحالة الطوارئ ما ممكن تستمر للأبد. يعني هل حاليا التوجه هو إلى نحو إلى الديفلوبمنت، لا التطوير، باعتبار إنه الحلول الدائمة يعني مو كلها متوفرة. يعني بالنسبة للحلول الدائمة عندنا مثلا إعادة توطين المقاعد أو الحصص محدودة الدول اللي تستقبل اللاجئين ضمن برنامج إعادة التوطين، يعني الدول محدودة والعدد اللي يستقبلوا أيضاً عدد محدود، فإعادة التوطين كحل دائم ما ممكن نعتمد عليه. وكذلك الاندماج المحلي ما ممكن بالعراق، يعني حالياً في ظل يعني السياسة الحكومة العراقية الحالية، لأن الاندماج ما يكتمل إلا إذا حصل اللاجئ على الجنسية العراقية، وهذا شيء حالياً غير ممكن. لذلك يعني الحل الثالث الباقي من الحلول دائما هو العودة الطوعية إلى سوريا، والعودة الطوعية حالياً UNHCR ما تدعم هذا التوجه بسبب الظروف الأمنية الموجودة في سوريا، لأن كل سوريا تعتبر مناطق غير آمنة، فUNHCR ما ممكن تدعم وتشجع الناس على الرجوع إلى سوريا في الوقت الحالي. لذلك يعني لازم نفكر بتمكين الشعب السوري، نوفر لهم يعني الأسباب اللي ممكن تساعدهم على يعني يعتمدون على أنفسهم من خلال تطوير وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، فرص العمل إلى آخره. نتيجة يعني طول مدة الأزمة السورية عدد الممولين وعدد الفند يعني بصورة عامة أقل للاجئين السوريين، يعني ما يستمر مثل ما كان قبل. يعني عدد الأكترز اللي كانوا يعملون مع اللاجئين السوريين أقل، والدعم الدولي أقل، وبالتالي يعني لازم إن نفكر بحل بديل من خلال تمكين الشعب السوري، من خلال تطوير قدراتهم، من خلال توفير خدمات الأساسية لهم وإلى آخره. كUNHCR إحنا مستمرين في تقديم خدماتنا للاجئين. من هذه الخدمات هي الحماية والمساعدة والبحث عن حلول دائمة، وهذه الخدمات تضمن
المدافعة والمناصرة وتسهيل دخول اللاجئين إلى كردستان وإلى العراق بصورة عامة، وكذلك الدفاع عن اللاجئين في المؤسسات الحكومية سواء كانت محاكم أو دوائر خدمية أو دوائر قانونية وإلى آخره، من خلال توفير موظفين مختصين بقسم الحماية وكذلك من خلال محامين يعملون بالقسم القانوني وموظفين يعملون بقسم الخدمات الاجتماعية والدعم النفسي وكل جوانب اللي تتضمنها مسألة حماية اللاجئين. هذا باختصار من عندي، وإذا أكو أي سؤال تفضل. شكرا. سباس سيدة الحكمة، تشك سيارك سريعة ذلك كقصد وشوانا تقولي أمنشي دعم لتوجه كيف مرزاي اندماج. العفو أستاذ، أنا ما قلت إحنا ما نقدر ندعم، مو إحنا ما ندعم، الوضع القانوني للحكومة العراقية ما ينطي الجنسية العراقية للاجئين، مو بس لاجئين سوريين، أي لاجئ. والله هذا شتاب للحكومة العراقية، لأن إحنا عندنا لاجئين فلسطينيين بالعراق يمكن صار لهم 50-60 سنة لحد يعني الآن. قانون العراق صوت حيدر يعني ما يسمح. ما يسمح للاجئ اللي رأسه يحصل على الجنسية العراقية بسهولة. هو لاجئ أساسا من يجي، يعني هو يجي أما فترة مؤقتة لحين يعني الهدوء في محافظة العفو دولته على مود يقدر يرجع. بس اللاجئ يفترق بعض اللاجئين. اللاجئ يفترق عن النازح. بالضبط. اللاجئ يعني مصيره مجهول مرات يعني. ممكن يرجع يعني. لا لا، هذه هنا يصير اكو فد قوانين اللي هي الحكومه العراقيه اللي هي تبت بهالموضوع. في حال انه مثلا هذا اللاجئ خلص سكن بالعراق، مثلا تعاشر ويا العراقيين، اخذ كزوجه اليه، هنا يقدرون من خلال الجنسيه العراقيه هم مو بسهوله، لان احنا عندنا بعض السكان من الدول الخارج لحد هاللحظه هذول ما يقدر يحصل على الجنسيه العراقيه. او انه ليش؟ لعده اسباب معينه، يقول لك هذا مثلا الشخص باشر ياخذ الجنسيه العراقيه، اذا الدوله مالته استقرت وهذا يقدر يرجع، يقدر اموره ترجع، فهنا ياخذ له في الوقت يوم من 3 سنين فما فوق، وهي عاده في كل الدول يمنحون الجنسيه من بعد 5 سنوات. ما اعتقد اليوم انا اكو لاجئ يبقى 5 سنوات، هسه احنا اللاجئين السوريين صار لهم مش بيت، قاعدين هنا هسه بالعراق. يعني بالعراق ما صار يمكن واكثريتهم ساكنين جزء بالمخيمات والجزء الاخر خارج المخيمات. احنا هنا بصدد انه شلون نمنح الجنسيه العراقيه، لا، احنا هنا بصدد انه اول شيء اللاجئ احنا نامن له المكان الامن، نوفر له المواد الغذائيه، نوفر له الحياه المعيشيه اللي تحافظ على كرامته. اضافه الى ذلك احنا اليوم مو مشكلتنا بس اللاجئين السوريين، عندنا لحد الان المخيمات اللي لا تزال هي موجوده كل محافظات بالمحافظات الاقليم ومحافظه نينوى، موجودين العوالي اللي جت تدخل بالمخيمات. اضافه الى ذلك هسه احنا جاي تجينا موجات من مخيم الهور، جاي يسكنون حاليا مخيم جدع واحد، هذول اساسا مو كانوا على الحدود السوريه، اساسا هم عراقيين، فهم هسه تحولوا رجعوا الى المخيمات اللي هي بالجدعه. مثل ما تفضلتوا والكل يعرف انه هسه الدعم قل بسبب الاوضاع اللي تمر بها اوكرانيا، الحرب اللي هي باوكرانيا، اغلبيه المنظمات بدات تتحول لاوكرانيا. هنا صار الدعم قل بصوره يعني احنا كلنا نلاحظ اغلبيه الشركاء بدات تطلع على ذيك الدوله حتى تقدم المساعدات. احنا اليوم المفروض كل منظمه او كل جمعيه تهدفها تقديم المساعدات الانسانيه لازم تكون لها خطط. احنا مو من المعقول اليوم دوله تعتمد بس مجرد على الشركاء، يعني اذا كانت منظمه ورزاني، منظمه جمعيه الهلال الاحمر العراقي، منظمات المجتمع المدني، لازم اكو عندنا هنا لفت خطط مستقبليه حتى نقدر نحافظ. اليوم انا اذا مثلا الشركاء اغلبيتها تركت مقدمه لدعم، بهالحاله هاي اللاجئين او النازحين شنو حيكون مصيرهم؟ انا اظل انتظر شوكه احد يعطف علي حتى يقدم لي فشي؟ احنا هنا المفروض الكل معده فت خطه معينه، عده فت دراسه جدوى اقتصاديه لهذا الموضوع، لان ما بنعرف المصير شنو. اليوم صارت اوكرانيا، باكر شنو اللي حيصير؟
وهاي النازحين واللاجئين شنو مصير؟ شكرا. بس سؤالي تحقيق اخير على الموضوع الجنسيه العراقيه، يعني مثل ما قال الاستاذ احنا مو بس عندنا لاجئين سوريين، عندنا لاجئين اتراك صار لهم 30 سنه موجودين بالعراق وكل طلبهم دائما يطلبون الجنسيه العراقيه، ولحد الان الحكومه العراقيه يعني ما توافق تعطيهم الجنسيه العراقيه، ولهذا يعني احنا استبعدنا الاندماج المحلي، لانه اذا ما عندك جنسيه عراقيه انت مو مواطن بالدوله ما ممكن تندمج. البديل هو البحث عن استقرار اقتصادي؟ البديل مثل ما قلنا احنا عندنا ثلاث حلول دائمه، قلنا الاندماج المحلي وهذا ما ممكن في ظل يعني عدم الحصول على الجنسيه العراقيه. الحل الثاني هو اعاده التوطين، وهذا هم يعني المقاعد قليله ومحدوده، والدول اللي تستقبل اللاجئين تنطيهم يعني كلجوء دائمه او جنسيه هم عدد الدول محدود، فهذا ما ممكن يعني نعتمد عليه. فالحل البديل هو انه تمكين الشعب السوري نفسه من خلال التطوير وتقديم خدمات يعني تلبي احتياجاتهم وتلبي طموحاتهم. هل هناك استراتيجيات واضحه لتمكين والاعتماد على انفسهم؟ والله مثل ما قلنا احنا في الوقت الحالي يعني في الوقت الراهن اليونان سي ار ما تدعم عوده اللاجئين الى سوريا بسبب الوضع الامني. لان الوضع الامني حاليا ايجاد فرص عمل يعني هاي تعتمد على المجتمع الدولي والاكثر اللي يدخلون بالموضوع اللاجئين السوري. هناك يعني خروج جزء من المنظمات او منظمات الدعم، هل لديكم خطه اخرى لاسترجاع والله يعني الحقيقه المنظمات تخرج لانه ما تحصل على الدعم، والكثير من المنظمات كانت يونيسيار تدعمها، بس يونيسيار حاليا هم تعاني من الدعم، يعني هم صار عندها يعني تقليص بالدعم. كل يعني الاسباب تتعلق بالدعم او المنظمات اسباب تتعلق بتقديم الخدمات او التسهيلات؟ لا، هو الدعم زاد من الخدمات، لان الدعم كان صار تقريبا 10 سنين المنظمات تدعم اللاجئين السوريين، بس لازم يعني خلاص يعني ما ممكن المجتمع يستمر على الدعم، لازم يعتمد على نفسه، لازم نوفر لهم ادوات واليات يعني تمكنهم من الاعتماد على نفسهم. ويعني سياسه دول السيارة ايضا يعني هي التحول من الامرجنسي الى ديفلوبمنت. شكرا استاذ حكمه. 5 دقائق للمداخلات. يقال أن هناك زيارات متبادلة بين اللاجئين السوريين وأهاليهم داخل سوريا، كيف يحدث هذا الأمر؟ اللاجئ السوري يذهب إلى سوريا ويعود إلى المخيم، كذلك حتى الموجودين داخل سوريا يأتون إلى أهاليهم هنا ويرجعون إلى سوريا مرة ثانية، ويقال أن هناك الكثير ممن ترك المخيمات ولجأ إلى أوروبا، كيف لجأ هذا اللاجئ إلى الدول الأوروبية؟ تمام. بالنسبة للزيارات المتبادلة بين اللاجئين السوريين من سوريا إلى كردستان ومن كردستان إلى سوريا، هذا واقع يعني مستمر يعني يوميا. إذا تروح على الحدود ممكن تشوف يعني ناس لاجئين رايحين على سوريا وسوريين جايين على كردستان، يعني هذا طريقة شرعية ورسمية تصير بموافقة وعن طريق الحكومة وعن طريق اليونيسيار، يعني هذا مو شيء يعني غير رسمي، هذا شيء رسمي بيصير ويومي وهذا واقع. بالنسبه للاجئين اللي يترك يعني اللاجئ ليس مشكلته خطوره، مرات اللاجئ يعني بسبب الارزاق بسبب المعيشه. استاذي اغلب اللاجئين اللي موجودين، اغلب اللاجئين السوريين اللي موجودين بدور واللي بنقابلهم نسالهم 90% منهم جايين لاسباب معيشيه، يعني نسبه قليله منهم جايين لاسباب امنيه. الأكثرية جايين لأسباب معيشية، يعني إذا يروح على سوريا خاصة المناطق الكردية، المناطق الكردية في سوريا ما عندها مشكلة أمنية، يقدر يروح يجي، وهذا بعلم عن طريق الحكومة، حكومة الإقليم يعني عن طريق معبر فشقابور، هذا يعتبر يعني معبر رسمي الحكومة تشرف عليه، فهي الناس تروح تجي عن طريق الحكومة وبعلم الحكومة، واليونيسيار أيضا موجود بالحدود، يعني شيء رسمي هذا. ما
ممكن نختصر تحديات المشاريع. بس خلي جاوب على السؤال الثاني عن حول يعني خروج اللاجئين. تمام يعني استاذي هناك عدة طرق اللاجئين يطلعون من كردستان ويروحون إلى أوروبا. قلنا أكو طريقة رسمية إلى عن طريق UNHCR لما نسوي لهم إعادة توطين. قلنا هاي حالات محدودة يعني حالات حصرية. طريقة ثانية أكو مثلا شخص من العائلة يعيش بأوروبا، مثلا الزوج يعيش بأوروبا حاصل على نوع من الإقامة، تأهل إنه يسوي دعوة للزوج والأطفال يسحبهم إلى أوروبا. هذا أيضا طريقة رسمية، يعني هو عايش بأوروبا يعمل دعوة لعائلته خاصة الزوجة والأطفال، يعني القاصرين مو البالغين، الزوجة والأطفال قاصرين يقدر يسحبهم إلى أوروبا بشكل رسمي. الطريقة الثالثة أكو طريقة التهريب، يعني الناس هو طريقة شائعة الناس تترك كردستان تترك العراق يروحون إلى أوروبا عن طريق التهريب، إما عن طريق تركيا أو عن طريق إيران. فهاي الطريقة يعني كل دول العالم موجودة التهريب، حتى بين أمريكا ومكسيك وكل كل العالم موجود. شكرا. أستاذ بس بالتعقيب على أستاذ حكمة بالنسبة للاجئين السوريين، يعني الأخ الثاني سأل يقول أكثر اللاجئين هنا يروحون سوريا ويجون بلد. إحنا نعرف إنه اللاجئ السياسي من المستحيل أن يقدر يزور سوريا. أغلب اللاجئين اللي عندنا هم اللاجئين الإنسانيين، لجوء إنساني بسبب فقر الحال، بسبب الأعمال العسكرية اللي جرت بسوريا، هذا السبب. وأيضاً عندي رافع على أستاذ حيدر، يعني بالنسبة لقانون الجنسية، قانون الجنسية العراقية لا يمكن أن يمنح جنسية عراقية لأي لاجئ، حتى المرأة العراقية. يعني صار تعديل على القانون أنه المرأة العراقية من تروح للخارج تتزوج من أجنبي أنه مصير هذول أولادها أنه تبعيتها لهم المن تصير، حتى هذا في ضوابط جداً مهمة في منح الجنسية. وشكراً. شكراً. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام. أتكلم؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سعيد جدا ان اول مرة ازور دهوك ان شاء الله، وما تكونش اخر مرة لنمرة واحد. نمرة اثنين، انا اول زيارة لي للعراق كانت 1996 علشان الازمة والحصار الاقتصادي اللي كان مضروب على العراق هذا الوقت، واستمرينا العمل للعراق منذ 96. أما بالنسبة للأزمة السورية فإحنا كمنتدى تفاعلنا معها منذ يوليو 2011، بحيث كانت علاقتنا قوية جدا مع الجامعة العربية في هذا الوقت، وكنا بنطلب إننا نعمل شيء للأزمة السورية. فكان الرد واضح جدا إنه ما فيش قرار سياسي في الجامعة العربية في الأزمة السورية هذا الوقت. في ديسمبر 2011 عملنا أول مؤتمر إنساني بالشراكة مع اليون أوتشا في القاهرة، وكذلك منظمة التعاون الإنساني الإسلامي الـ AOIC كان في 17 ديسمبر في القاهرة. في مارس في 2012 عملنا مؤتمر ثاني عن الأزمة السورية مع جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي و يون أوتشا كذلك كان شريك لنا كل هذه المبادرات إلى آخره. ومنذ ذلك الوقت
واحنا بنحاول نعمل ورش عمل نقل خبرات للسوريين اللي موجودين في اماكن مختلفه، خاصه اللي كانوا موجودين في تركيا عشان عددهم اكثر من 3 مليون نسمة. فكره اللقاءات اللي احنا بنعملها دلوقتي، ودي ورشه العمل نمره 6، يعني النهارده واحنا في دهوك عملنا قبل كده 5 ورش عمل. الاولى كانت في الاردن واعتقد في اخر سبتمبر، والثانيه كانت في لبنان وعملناها عن طريق الزوم، علشان طبعا الوضع الاقتصادي في لبنان صعب جدا انك يعني تعمل ورشه زي كده هناك. وعملنا 3 ورش اخرى في تركيا، في اسطنبول وفي غازي عنتاب وفي ريحانيه، اللي على الحدود ما ريحانيه انا مظبوط كده صح. فودينا يا ستة ان شاء الله علشان نشوف وضع اخواننا السوريين الاكراد، عشان احنا يعني بنتكلم عن القضيه السوريه، بنتكلم عن القضيه السوريه كعموميات انسانيه بكل الطوائف المتضرره من الازمه السوريه اللي حصلت بقالها دلوقتي 11 سنه. في بعض المخرجات اللي انا عايز اتكلم فيها عشان برضك تبقى على هدج وهدى من اللي حصل 4 ورش أو 5 ورش الماضيه، هقولها انا بعد اذن حضرتك يا اب فطر. من المخرجات اللي هنتكلم عنها التنسيق. اكو عندهم قانون جنسيه مثلا الجنسيه التركيه انه يشتري عقار قيمته 250,000 دولار ينطوه جنسيه، فهو سوري من اشترى العقار صار عنده فلوس ملك، يقول ثاني يوم نزل منشور على صفحته قال والله ما حد خرب بيتنا الا لاجئين سوريين. هو سوري ولا ما تجنس ولا ما تجنس. يعني احنا مشكلتنا هنا اذا هو ما عنده جنسيه شو بيملكه؟ وشغله الوظائف ايضا مثل ما طرقوا الاساتذه استاذ حكمات واستاذ اسود انه اكو فيها ضوابط جنابك تقدر تجاوب استاذ. اكيد اكيد. بس إضافة على كلام الأساتذة أنه أبسط مثال إجازة أسواق. إجازة أسواق. للعراقي أنه يحق له كل 5 سنوات أنه هو يروح يراجع الدائرة ويجدد الإجازة. أما السوري فلازم كل سنة يراجع الدائرة ويدفع رسوم ويجدد الإجازة. هو المفروض وقت نسمع كلمة لاجئ أنه يصير بها تسهيلات ملعبة شهور. إذا تحكي إجازة سوق السيارة. نعم تمام. العفو، بس ردت أضيف نقطة. كل دول العالم اللاجئ مسؤولية الدولة، والدولة هي اللي تطلب من UN تتدخل. فالأمم المتحدة لازم تحترم كل قوانين الدولة. فإذا أكو أي تغييرات أي شيء الأمم المتحدة يحاول بس ما ينطي ما يقدر يغير أي شيء. فبس ردت أعطي هذا التوضيح. وإذا غلطان بالعكس بالعكس هو هذا الصحيح يعني. بس يعني تعقيبا على كلام صديقي العزيز، كمثال كان عندنا صديق يشتغل ويانا دبليو، وطبعا اكسبيرينس كفو، فطلع على اساس يروح ياخذ لجوء باستراليا. فبالطريق تعرفون قبله لازم يروحون اما الاردن او لبنان. بقى 3 سنين بلبنان وعنده سي في ما عينوه بلبنان. بس للتوضيح هذا. نعم نعم نعم. شكرا جزيلا. احنا العفو اساسا. أفن أنا أشاطر كلمة بالأستاذ حكمة في تعيين اللاجئين السوريين حفاظا على سرية المعلومات. كان عندنا يعني كثير من اللاجئين في مخيم دوميس،
كانوا يبون عن التصريح للإعلام بأي كلمة حفاظا على أنفسهم. نعم نعم نعم. شكرا جزيلا. شكرا. الموضوع هذا مهم جدا. أستاذ، في فكرة ثانية موضوع تقام تدريبات مهنية عديدة وفي كثير من الأماكن سواء خارج المخيمات أو داخل المخيمات، لو نسعى فقط كمنظمات بربط المتدربين بسوق العمل يتم تمكينهم واعتمادهم على أنفسهم. دراسة السوق. نعم نعم. أستاذ حسان، يمكن عندك مداخلة كانت؟ نعم. لا تفضل. مداخلتي هو علاقة يعني إيجاد فرص عمل بين أصحاب المصلحة واللاجئين السوريين أو اللاجئ كلمة لاجئ هو الأفضل. كيف نستطيع أن نبني علاقة بين المانحين أو التجار مع اللاجئ ببناء معامل، بما أنه لاجئ لديه امتيازات أخرى، على سبيل المثال ربما يكون أي عامل يكون أرخص من المجتمع المحلي، بالإمكان أن نسعى إلى إيجاد مناخ يساعد التاجر للتعاقد مع اللاجئ من أجل إيجاد فرص عمل، من أجل إيجاد فرص حياة أكثر. وفي هذه الحالة حتى المجتمع المحلي أيضا سيستفيد من هذه التجربة أو من هذا الأمر بوجود بنية تحتية أقوى وأكثر توسعة من ذي قبل. شكرا. شكرا جزيلا. العفو. العفو. بس سؤال أستاذ حكمة بن نوم مثل عن جانب يوسي آر. احنا بالبدايه لازم طبعا جناب كنت اقدر الشغله هذه، احنا بالبدايه لازم نفرق بين تسميه لاجئ وطالب لجوء. فرق بين طالب لجوء اصلا سكن وبين طالب لجوء. تريد الفرق؟ لا سيادتك بس اعطي جواب. انا حسب معلوماتي وزدي لي بعد اذا سمحت، انا حسب ما عرفتهم على اساس هسه حاليا الاخوه السوريين المتواجدين عندنا هنا بالاقليم خلينا نقول هذا عندهم صفة طالب لجوء وليس لاجئين. فمعناته شنو؟ هم في منطقة خلينا نقول يعني بين حالة ومانع على قولت نحن العراقيين. نعم نعم. ليش؟ نعم ترانزيشن. على لا. أنا أحكي عن تجربة أنا بنفسي خضتها بال 95 صار عندنا رحت لجوء سياسي الوالد طبعا الكيس سوى معاملة فاميلي ريونيون معاملة لم الشمل. بقينا في المانيا الحكي هذا من 94 لغايه 95 احنا بالمخيم صفه لجوء احنا عندنا صفه طلب لجوء بحيث كان ممنوع علينا احنا في المانيا نخرج خارج المخيم نروح للسوق مثلا نقول نشتغل على سبيل المثال داخل المدينه نفسها الى ان جت الموافقه انه احنا تم منحنا طلب انه اللجوء احنا عندنا لجوء سياسي. نعم. الوالد كان يقول عندنا لجوء سياسي يلا وقتها قدرنا نشتغل في داخل خلينا نقول مثلا يعني كسب الطول على سبيل المثال. فهنا لازم نفرق السوريين الموجود عندنا الاخوه السوريين هذول بصفه طلبوا يعني فلذلك القوانين شوي تكون اشد عليهم. لو عندنا السلجوق خلينا نقول عندنا هنا بالاقليم نفسه قد يكون الامر على اسهل يكون ما هو مثلا يكون طالب لجوء. استاذ هو صحيح الوضع القانوني عند اليونيسيا هم لاجئين طالب لجوء بس يعاملون كمعاملة لاجئين ولا أكو فرق بينه وبين اللاجئ، نفس الامتيازات اللي يأخذها اللاجئ يأخذها طالب اللجوء، ما أكو أي فرق بين الحقوق وبين الامتيازات، مجرد هاي التسمية على الورقة، هم على أرض الواقع هم يعاملون كمعاملة لاجئين ويحصلون على نفس الحقوق اللي يحصل عليها لاجئين، ده تشوفوا عندهم حرية حركة، يطلعون من المخيم، يجون من المخيم، يطلع ساعة 5 الصبح، يروح يشتغل. يروح شهر يشتغل في المنطقة يرجع بعدين على المخيم. يعني ما عنده أي فرق من اللاجئ، هي مجرد وضعية قانونية عند اليونيسيار هذا الوضع لأن يعني اللاجئ إلى غير يعني مراحل حتى يصير لاجئ
هذول اللاجئين طالب لجوء بس يحصلون على نفس الامتيازات والحقوق اللي يحصل عليها اللاجئ، ماكو اي فرق بينهم. هاي مجرد تسمية. جنابك انا ذكرت النقطة هذه تعقيبا على الاخ عفوا اللي ذكر، قال ليش السوريين مثلا خلينا نقول ما يمكن توظيفهم في دوائر الدولة؟ مو دوائر الدولة، صباح انا اسف، انا عبادي يقول على الدوائر خارج المخيمات. نعم، حتى بعض انا عبادي يحكي على الدوائر، لان يعني بهذه الحاله خلينا نقول صفه طالب لجوء هو بعد خلينا نقول في نقل ليس مستقر. لو اخذ اللجوء خلينا نقول مثلا كلجوء سياسي كان او لجوء انساني في ذلك الوقت، الدوله تعرف ان هذا الشخص راح يكون يسكن هنا عندنا بالاقليم او في العراق بصوره عامه الى مدى بعيد الى الارض العامه. فلهذا السبب بشار الثاني ايضا استاذ حكمه لو تفضلت، احنا بما انه هنا بصدد حتى نسهل على الاخوه السوريين اللاجئين، بغض النظر طالبين لجوء او لاجئين، جنابكم خلينا نقول كوضيع السامي لشؤون اللاجئين، ليش ما تقومون بتسهيل تمشيه معاملات اللجوء اصلا؟ يعني على سبيل المثال هسه صار هسه حاليا الوضع السوري عندنا راح يتفقد 10 سنوات او يعبر 10 سنوات، احنا عندنا عبر صح ولا لا؟ زين، واحنا كلنا قد نجزم وفعلا احنا على يقين انه نقول ان السوريين يرجعون الى بلدهم، هذا الشيء مستحيل. ليش؟ لان القوى السياسيه هناك تشاركت، احنا عندنا قوى الشرق وقوى الغرب صادقين. اذا قام على سبيل المثال ويا الوضع اللي بدا عندنا هنا بالاقليم سنه 91 بعد انتهاء الحرب العراقيه الكويتيه او في قبل انتهاء خلينا نقول، لما صار نزوح الاكراد، نزوح نحن الى تركيا وايران وحتى قد يكون ايضا الى سوريا فقط، كانت هناك فرقة وعظمة واحدة فقط هي اللي قالت تمشي العالم كله اللي هي أمريكا. لأن تعرفون جرام كل زين فقط الاتحاد السوفيتي في انهار اللي بنهاية الثمانينات، خلينا نقول ما بين 89 إلى 90 الاتحاد السوفيتي اللي كان خلينا نقول هو اللي يحكم الشرق كله زين انهار. فبذلك الوقت فقط الساحة فقط المن لأمريكا. أمريكا قدرت تضغط على النظام السابق نظام صدام حسين زين بأنه خلت نقاط حظر طيران زين يعتقد 36 و 38 اعتقد منعت انه توصل الطيران العراقي الى الاقليم. فلا نستطيع ايضا ان نخصص مكان يتم فيه حظر السلاح وحظر وصول الطائرات السوريه بحديد الخليج، الاخوان السوريين ما تقلهم يرجعون الى مكانهم سواء كان